المشوار في الحديث حول الحملات الخاصة بهم. سيد منجد، كنت قد تحدثت قبل قليل عن الحملات، بدءا من حملة احنا معكم، مرورا ايضا بالاغوار، منطقة الاغوار منطقة مهمشة ويجب الاهتمام بها، وكل التحدي لوجودكم ولبصمتكم الحاضرة في مختلف انحاء الوطن. حدثنا ايضا، كنا قد وردتنا الاخبار حول ربع مليون شتلة خضار سيتم توزيعها في محافظات الشمال ضمن مبادرة إحنا معكم، وهذا شيء مفرح بصراحة أن يكون بالفعل هنالك اهتمام أيضا في مختلف محافظات الوطن. صباح الخير مرة أخرى. يعني حملة الحديقة المنزلية والاهتمام بالحديقة المنزلية، هناك تنسيق كبير مع وزارة الزراعة ومؤسسة الائتلاف الزراعي الفلسطيني للإعلان عن حملة لزراعة مليون شتلة لصالح البلدات الفلسطينية لإعادة الاعتبار للحديقة المنزلية. الإغاثة الزراعية سيكون لها جهد كبير في هذا الموضوع، وستوزع ربع مليون شجرة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة سنركز على شمال الضفة الغربية في منطقة نابلس وسلبيت، وهي المناطق التي لا يوجد فيها زراعات مكثفة كما هي الزراعة المكثفة في طول كرم وجنين. هناك اتصال مع اللجان المحلية ومع المجالس البلدية لتسجيل الأسماء. سيأخذ المواطن حوالي 100 شتلة، وبالإضافة إلى عدد من البذور، من أجل زراعة حديقة منزلية من 100 متر إلى 200 متر. نعتقد أن الحديقة المنزلية بهذا الحجم ستكفي أسرة عدد أفرادها 7 أفراد، عدد أفرادها 7 إلى 8 لثلاث أشهر. هذا الموضوع سيمد الشعب الفلسطيني في كثير من الخضار خلال الأشهر والأيام والأسابيع القادمة. هذا اهتمام كبير من الإغاثة الزراعية والمؤسسات الزراعية في موضوع الحديقة المنزلية. هناك تنسيق كبير مع الوزارة والمؤسسات لتغطية أكبر قدر ممكن من البلدات الفلسطينية في هذا الموضوع. طيب سيد منجد، رائع جدا ما تم الحديث عنهم في محاولة بالفعل لنشر ثقافة الزراعة والاهتمام بالأرض، وفرصة أيضا أن أحيي كل من بالفعل يتواجد في أرضه في ظل هذه الحالات الطارئة، وذلك من أجل ديمومة عطاء هذه الأرض، خاصة في الذكرى 44 من يوم الأرض. مرة أخرى نذكر بهذه الذكرى 30 من أذار. لكن سيد منجد، العودة مرة أخرى إلى ما تم ذكره توزيع ربع مليون تقريبا شتلة من شتلة خضار، لكن الأصناف التي سيتم التركيز عليها، هل هي من الأصناف التي تستخدم بالعادة ضمن الغذاء اليومي للمواطن، أم لربما هنالك تركيز على أصناف أخرى أنتم تسعون لربما نشرها في الثقافة الزراعية الفلسطينية؟ الآن التركيز على الأصناف التي تزرع ويحتاجها الاستهلاك البيتي بشكل مباشر، البندورة والباذنجان والكسى والفجل والسبانخ والزهرة وإلى آخره من هذه الأصناف. الآن الفكرة الأساسية هي أن يستطيع البيت أن يؤمن احتياجاته من الخضار خلال الأشهر الثلاثة القادمة. أعتقد أن هذه حملة الطوارئ ستستمر، وعلى علينا وعلى المواطنين الاستفادة من أوقاتهم. أغلبية المواطنين في البيوت يستطيعون أن يصلوا الحديقة المنزلية ويعملون في الحديقة المنزلية وسرعتها، وستقوم فرق الإغاثة الزراعية والمطوعين بإيصال الأشتال لبيوت المواطنين، ولا حاجة لحركة المواطنين للخروج من البيت، سنسلمها لهم في بيوتهم. نعم، إذا ما أردنا أن نتحدث عن كيفية اتصال وتواصل هذا المواطن مع حضرتكم حتى يتسنى له الاستفادة من هذه الحملة ووصول هذه الوسائل والأدوات الداعمة من خلالكم في الإغاثة الزراعية، كيف بإمكانه التسجيل والاتصال معكم؟ الفرق الموظفين والمطوعين بدأت وقاموا بتسجيل عدد كبير، بالاتصال مع المجالس المحلية ومع اللجان الزراعية التي نعمل معها على مدار السنوات الماضية. هناك استخدام لكل وسائل التكنولوجيا في التسجيل عبر الفيسبوك، عبر التليفونات، عبر الاتصالات، عبر الفاكسات. نحاول أن نؤمن جميع الكمية وجميع الأسماء بدون حاجة الموظفين من النزول إلى الميدان، وأعتقد أن العملية مستمرة. وهناك يعني من البنية التحتية في الاتصالات الإلكترونية لدى المجالس واللجان المحلية كافية للاتصال بجميع موظفينا، وهناك إعلان عن أرقام تليفونات
والفيسبوك للإغاثة الزراعية والفيسبوك للموظفين. هناك تواصل، وأنا تابعت بالأمس أغلبية المنسقين في كل محافظات الوطن. هناك همة عالية في التسجيل، وخلال 24 ساعة إلى 48 ساعة ستكون الكمية جاهزة للتسجيل، وأعتقد في هذا الأسبوع سنوزع كل الكمية. إجمالا نأمل إن شاء الله لكم كل نجاح في ظل هذه الحالة الطارئة. أنتم بالفعل دائما وأبدا تتواجدون ببصمتكم وبحضوركم وبعطائكم المتواصل. نأمل لكم كل التوفيق بالتأكيد في هذه الحملات. إحنا معكم، وأيضا أنتم مع المواطن في كل مكان لزراعة الحدائق المنزلية. نأمل لكم كل التوفيق مرة أخرى. سيد منجد أبو جيش، مدير عام الإغاثة الزراعية في فلسطين، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وبالتأكيد كنا قد قمنا باستضافة السيد منجد من خلال الإنترنت. نأمل لك إن شاء الله دوام السلامة، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم على الموجة 90.4 بالعشرة FM، وأيضا عبر